أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلبة الصف الثامن. في الوحدة الأولى حول دائرة مستديرة، سنتناول خلال هذا الأسبوع عدة محاور. وفي بداية أسبوع جديد مملوء بالتفاؤل والأمل، أسأل نفسي ماذا سأتناول خلال الأسبوع؟ هل سأتناول درساً في القواعد أم كتيب اللغة والأدب أم أنني سأذهب لكتاب اللغة العربية للنص فالنتينا تيريشكوفا؟ خلال هذا المقطع سوف نتحدث عن أهم المحاور التي سنغطيها خلال هذا الأسبوع. وبعد أن نقوم بقراءة مناظرة بين العالم والشاعر بحصة مستقلة ونوضح ونبين كل طرف فيها، سوف ننتقل لحل ومناقشة أسئلة النص من خلال التواصل في العمل الجماعي. لذا سنبدأ بأسئلة المعجم والدلالة، ثم سننتقل إلى البحث والتعبير الكتابي. في هذه الحصة عزيزي الطالب، سوف نتعرف إلى الفعل الماضي، وأن الأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنياً على الفتح، وأن الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصل بأحد ضمائر الرفع المتحركة كالتاء المتحركة أو النا الدالة على الفاعل أو نون النسوة. كذلك الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصلت بآخره واو الجماعة. ثم سننتقل بعد ذلك لحل ومناقشة التدريبات الخاصة بالفعل الماضي، التدريب الأول والثاني والثالث والرابع. ثم سننتقل عزيزي الطالب لنص الاستماع الاختباري الذي ستقوم بتقديمه خلال الحصة. عليك الاستماع للنص من المعلمة ثم الانتقال لحل الأسئلة المذكورة، منها ما عنوان الرسالة التي تركها جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه للأردنيين، كذلك بما وصفت الكاتبة القيادة الهاشمية، وأيضاً كيف أصبح الأردن أنموذجاً في المنطقة على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية. رابعاً، أذكر أربع صفات للأردن مما ورد في النص، ثم ما الذي أكده جلالة الملك عبد الله الثاني في كثير من خطاباته، وإلى ما دعت الكاتبة في نهاية النص. وفي نهاية الأسبوع عزيزي الطالب، سنقدم حصة تغذية راجعة حول المهمة الكتابية الأولى في فن المناظرة، وسوف تقرأ أنت كطالب العمل الذي قمت بإنتاجه ونقيم ذلك سوياً. وهكذا عزيزي الطالب، نكون قد أنهينا الأسبوع بما يحويه من مادة في القواعد حول الفعل المضارع، ثم الانتقال إلى كتيب اللغة والأدب فن المناظرة نص مناظرة بين العالم والشاعر. أسبوعا سعيدا وموفقا أتمناه لكم. إلى اللقاء.